حبينا نركزوا على الحاجات الحرفية سنة خاطر أنا بحكم موقعي بحكم من سافر برشا شفت أنه ثم حاجات ناقصة من معناها المطالب المستعجلة للموسيقى التونسي. حاب نختم حاب نعزف حاب نمشي حاب نعمل إقامة موسيقية لذلك ركزنا على البولي هذا وثم دي ماستر كلاس راه مهمين ورك حتى معناها الإقامات يسموها لي تابلو روند الهدف نتاعهم واضح برشا مثلا عن اوروب كرياتيف ثم افاق نظمها للوزارة الشؤون الثقافية هي تعطي الإضافة النوعية وكل تظاهرة الخصوصية نتاعها. موسم الموسيقى التونسية هو يعنى أيضا برموز الموسيقى التونسية. معناتها أعتقد أنه في فترة معينة 2018 و2019 قدم العديد من المشاريع الثقافية اللي تعنى تاريخ الموسيقى التونسية وأيضا ثم أجيال نتاع الموسيقى التونسية أعطت الإضافة سواء كان للموسيقى أو الأغنية التونسية. السي عزيز الباجي أعتقد نجح في هذا وأعتقد أنه وزارة الشؤون الثقافية والسيد الوزير شخصيا معناتها يدعم هذا التوجه باعتبار العناية بالفنانين التوانسة وأيضا بالموسيقى والأغنية التونسية حتى الأجيال الجديدة معناتها تاخذ فكرة على هذا التراث الموسيقي المهم. كارتاج الموسيقية أيضا أعتقد أنه في جانب معين هي تعنى بالمشاريع الشبابية الموسيقية الجديدة. أعتقد أنه منذ 5 دورات سابقة نجحت في جزء كبير ياسر في تقديم مشاريع شبابية موسيقية سواء كان في تونس أو الدول الأفريقية أو البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأبيض المتوسط أو حتى الدول العربية قدمتها للجمهور. كي نشوفوا نظرة على المشاريع المقدمة في حدود 39 مشروع يعني تم تقديمه لأيام كارتاج الموسيقية. ثم لجنة تحكيم تم الاختيار على مجموعة من المشاريع اللي ستقدم للمهرجان. هي إضافة أعتقد أنه زوز التظاهرات هذه كل تظاهرة تعطي الإضافة للمشهد الثقافي والمشهد الاحتفالي بصفة عامة في تونس. جانب المسابقات الرسمية هناك أيضا جوائز أخرى مش يتم التركيز فيها على المشاريع الشبابية الموسيقية وهذا هو التوجه بتاع الوزارة على أساس أنه الإبداع الموسيقي سواء كان احنا عندنا صرح ثقافي مهم جدا اللي هو مدينة الثقافة قطب الموسيقى أعتقد أنه أيضا يقوم بهذا الدور مثل هذه التظاهرات والمهرجانات اللي هي من شأنها هنا تعطي الإضافة للموسيقى بصفة عامة في بلادنا وأيضا التجارب الموجودة في الجهات وهذا أعتقد أنه الهيئة المديرة تفطنت لها هذه السنة على أساس أنه المشاريع الموجودة في الجهات تكون حاضرة في أيام كارتاج الموسيقية من شأنها أنه تدعم الإبداع الموسيقي بصفة عامة.